انا سافرت من القاهرة لدهب بالباص 9 ساعات عشان اعمل حاجة واحدة بس، عشان اغطس في اخطر مكان في العالم، مقبرة الغطاسين، البلو هول. من يوم ما اخدت شهادة الغطس وانا عندي الفضول ان اسافر واجي دهب عشان احاول اكتشف ايه هي البلو هول اللي الناس بتيجي من جميع انحاء العالم عشان تغطس هنا. مكان جميل، الناس بتقول عليه كلام جميل جدا، ولكن في حالات كتير وفاه. فالنهارده هنحاول نكتشف الناس دي ماتت ليه او ايه سبب الوفاه، وفي نفس الوقت انا كمان هحاول اغطس في البلو هول. لما وصلت دهب ما كانش ينفع اغطس في البلو هول من غير تحضيرات. هتنفس عادي خالص، افتح الماسك، دخل ميه، اخلع الماسك، hold the mask, bend the head, breathe normally and relax. طيب اول حاجه انا محتاج اعملها في دهب هو ان انا اعمل ري اكتيفيشن للدايفنج بتاعي. يعني انا دلوقتي بقالي مثلا سنتين ما عملتش دايف من ساعه ما خدت الشهاده، فمحتاج ان انا اراجع كل الحاجات اللي انا عملتها، التعليمات، القوانين بتاعه الغطس، ازاي البس اصلا البدله بتاعتي، الكلام ده كله عشان ابقى بكره ان شاء الله جاهز ان انا اعمل دايفنج في البلو هول. ما ينفعش تيجي من بقالك سنتين ما غطستش تغطس على طول في البلو هول، لا، لازم الاول تراجع كل اللي انت درسته وكل اللي انت عرفته وبعد كده تدايف في البلو هول. فهناخد شوية تعليمات، نلبس ونظبط دنيتنا ونروح نعمل أول دايف أو ري اكتيفيشن دايف. طيب أول مكان هنعمل فيه ري اكتيفيشن هو اللايت هاوس دايف. في موجود عندنا هنا في دهب في اللايت هاوس أندر ووتر ميوزيوم، مشهور جدا، في موجود فيل، في تمثال بث، في تمثال أوسكار، في تمثال حورس. ده في الرايت سايد، وعندنا في الليفت سايد في موجود الكورال سايد. فننزل نعمل أول حاجة البراكتيكال، نتدرب كده عشان نراجع كل حاجة تمام، وبعد كده إيه نغطس بقى ونتفرج على الحاجات اللي احنا هنتفرج عليها. تمت العملية بنجاح، الغطسة الأولى الحمد لله تمام. الحمد لله زي الفل. بس أنا ميمي. عندي شوية حاجات كده هقول لك عليها وأنت قول لي صح ولا غلط. تمام. يعني أنا عندي الرجل هي محتاجة تظبط. عايزة تتفرد شوية. عشان البوينسي. البوينسي كنترول هيتعمل من خلال البريثنج. تمام. نهدف النفس بتاعنا يظبط معانا أكتر. وكمان نخلي جسمنا هوريزونتال. تمام. لو بنرفع راسنا لفوق الكيكنج بتاعنا بيخلينا نطلع لفوق. أنا يا جدعان برضه يعني اعذروني، أنا بالنسبة لي دي تعتبر حقيقي يعني اول دايف، لان انا الدايف اللي اتعلمته هناك ده كان كله بقى تعليم وبتاع وحاجات ما بتتشافش تحت المايه، فانا جيت هنا انا شفت شويه سمك على شويه حاجات اتبسطت. طب احنا كده جاهزين للبلو هول ولا لسه؟ ممكن نظبط نفسنا ان شاء الله في البوينتس اكتر. تمام. بكره ونطلع لها ان شاء الله يبقى تمام ان شاء الله باذن الله. يلا بينا. عشان اقدر اغطس في البلو هول وجهز نفسي للغطسه دي فاستعنت بالكابتن احمد زواوي. احمد زواوي مدرب غطس في البروفيشنال ليفل، مستوى الاحتراف بقالي 5 سنين، بغطس بقالي 10 سنين، مدرب غطس ترفيهي ومدرب غطس تقني. الغطس التقني ده اللي هو عمق معين اكبر من 40 متر، توصل لحد 100 متر. حلو جدا. طب منك ما شاء الله يعني راجل في دهب من زمان وغطس يعني بروفيشنال ليفل، غطست كم مره في البلو هول؟ لا ما بعدش البلو هول، عملت فيها غطسات كتير، حتى الغطس التقني اللي احنا عملناه عملنا غطس 100 متر في البلو هول. يعني انت نزلت 100 متر في البلو هول؟ في البلو هول. تمام. حلو جدا. في حوالي اكتر من 200 حاله وفاه حصلت في البلو هول، ولكن الحالات اللي تم تسجيلها هي 130 حالة بس. الحتة اللي ورايا دي هي النصب التذكاري اللي عليه أسماء أو بعض أسماء الناس اللي ماتوا في البلو هول. هو مش كل الأسماء، ولكن هو يعتبر نصب تذكاري لبعض الناس اللي ماتت. النهارده الغطسه الثانيه في الكانيون، الغطسه الثانيه عشان اجهز فيها نفسي اكتر للبلو هول. فهغطس حوالي 18 متر او 20 متر هنا، هي اول نازله للكانيون على عمق 18 متر، وبتنزل بعدها ل 50 متر و 70 متر، بس انا طبعا اخري 20 متر. فبتنزل من هناك من المكان اللي هم واقفين فيه ده، وبعد كده بتغطس على طول على عمق 18 متر.
عشان اقدر افهم اكتر عن مشكله الغطاسين في البلو هول قررت ان اروح اقابل كابتن طارق عمر اكتر غطاس انتشى الجثث من البلو هول. من المواقف الصعبه او الـ 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 المواضيع الصعبه اللي مريت بيها ان انا اكون محاط باهل الضحيه. تمام. او بيحاولوا ان هم يبنوا كوميونيكيشن معاك، فدي بتصعب المهمه شويه لان هم طبعا كل ذكرياتهم بتطلع عليك انت. ده كان او كان بيدرس زي بالظبط، نفتكر كان مثال واحد اسمه يوري، وده تقدر تشوف فيديو بتاعه في اليوتيوب مشهور جدا معروف جدا. هو اللي خلى الحادثه دي تبقى فريده من نوعها ان الولد كان معاه كاميرا وكان نازل يصور البلو هول فمات، فالكاميرا عملت رن لحوالي 8 او 9 دقايق من اول بدايه الديسند بتاعه او النزول بتاعه في الميه لحد ما خبط في البوتم او الارضيه بتاعه البلو هول ومات. فدي كانت حاجه عجيبه جدا ما اكتشفناهاش الا بعد ما انتشلت الجثه. اغلبيه الناس اللي ماتت في البلو هول ماتوا نتيجه الجاس ناركوسيس او اللي هو بيقولوا عليه سكر الاعماق. تمام. ده يعني اغلبيه الناس اللي ماتت كده صح؟ بالظبط كده. جاس ناركوسيس كان زمان بيتقال عليه النيتروجين ناركوسيس، كان الاسم الدارج بتاعه نتيجه تاثير النيتروجين على الجسم، لكن في العلم الحديث اثبت ان هو جاس ناركوسيس. كل غاز موجود بنتنفسه له تاثير على الجسم بيسبب حاله من السكر. الغاز ده نتيجة وجود داخل الأنسجة بيعمل حالة من التغطية على النظام العصبي، فبيعمل تغيير في الإشارة العصبية فبيوصل الإنسان لمرحلة السكر كأن بني آدم سكران بالظبط، بس في الأعماق. مع وجوده في الأعماق بيبدأ يتغير البيهيفير بتاعه والأداء بتاعه لدرجة إن هو بتحس إن بني آدم سكران ممكن يعمل حاجات غير طبيعية في الماء. في العادي أي حد بيعمل دايفنج بياخد في الأنبوبة بتاعته أكسجين بتبقى بنسبة 21% أكسجين و79% نيتروجين، ده الغطسة العادية. لكن الأعماق اللي بتبقى أكتر من 56 متر بيستخدموا حاجة تانية اسمها ترايميكس. علشان تغطس في البلو هول في أعماق أكتر من 56 داخل البلو هول، وإحنا عارفين إن البلو هول عمقها أكتر من 110 متر، مسموح لي باستخدام حاجة اسمها الترايميكس، أكسجين ونيتروجين وهيليوم. ففي الحقيقة الغطس الأعماق كبيرة في البلو هول مش مستحيل، بالعكس في ناس كتيرة بسهولة بتعملها، ولكن لو كل حاجة محسوبة صح ومتخطط لها. من خبرتك في المجال انت ايه رأيك، ايه السبب الرئيسي اللي بيحصل في البلو هول بيخلي الغطاسين ينزلوا في القاع ويفضلوا يكملوا لحد تحت؟ هي ما فيهاش اي افكار شاذه، او اكيد انت سمعت كريم طبعا الناس ساعات بتطلع باساطير عن الـ عن الـ عن البلو هول، ده في عروسه البحر، لا ده في سمك القرش فكله، لا دي قناه ضيقه جدا فدخلوا فيها واتحشروا، قصص هلاميه شويه. معلش انا اقدر اقول عليها انها قصص اسطوريه هلاميه. ليه؟ لان انا اعتبر المثال الحي ان انا بغطس من 94 لحد 2020 بنزل في البلو هول وبرجع. عندنا مشكله في البحر الاحمر ان الفيزيبيليتي عاليه جدا، ففي غطاسين عندهم الايجو يعني عالي شويه، فدايما متوقع ادام بشوف لحد الحته دي انا اقدر اروحها. لا طبعا الرؤيه حاجه وان انت تروح، ما احنا بنبص لحد السماء، ما انا وانا واقف في البلكونه من 10 دور شايف في الشارع انط. زي ما انتم شايفين ورايا في عربيه اسعاف واقفه بره البلو هول، بحيث ان هم دايما على استعداد لو في اي حادثه حصلت او مثلا غطاس اغمى عليه او حاجه يقدروا ان هم يلحقوه اول باول. دلوقتي احنا خلاص المرحله الاخيره، ان شاء الله هننزل البلو هول. قول لي يا كوتش، احلى بلو هول دي ولا ايه؟ جاهزين يعني؟ تمام جاهزين ان شاء الله. سريعا كده ان شاء الله احنا هننزل جوه البلو هول، هناخد راوند جوه، هنشوف الكونيكال شيب او الشكل المخروطي بتاع البلو هول، هناخد نص دايره جوه، هنطلع بره الوول او الجدار بتاع البلو هول، هنبص على الليها من الازرق بره شكلها جميل جدا، نشوف الاسماك الصغيره الموجوده اللي هي الجولدن فيش، هنشوف المنظر بتاعنا عامل مفتوح عامل ازاي، وبعدين نرجع تاني جوه البلو هول هناخد كذا لفه جوه، وبعدين نبدا نطلع قلعتنا براحه. كل ده في حدود ال 20 متر اللي انا مسموح لي بيهم، لكن مش هننزل عن ال 20 متر. دلوقتي احنا جاهزين نغطس في البلو هول. بسم الله.
عملناه الحمد لله. من زمان وانا عندي فضول ان انا اغطس في البلو هول، حتى قبل ما افكر ان انا اكون غطاس. الفكره في البلو هول من كتر ما سمعت عنها ومن كتر ما شفت عنها فيديوهات كنت حابب جدا وعندي فضول ان انا اغطس في المكان ده. بجانب الاستمتاع ان انا اغطس في البلو هول، في نفس الوقت كان في غموض حوالين الناس اللي ماتت هناك، فده خلاني فعلا حابب اروح المكان ده واعرف ايه اللي حصل بالظبط. وفعلا اكتشفت زي ما كل الناس بتقول الغطس في البلو هول هو يمكن من اجمل الحاجات اللي انت ممكن تعملها في حياتك، وفي نفس الوقت الغطس في البلو هول من اخطر الاماكن اللي ممكن الواحد يغطس فيها، ولكن هو اخطر الاماكن للناس اللي هي دايما بتاخد اي رياضه لليفل تاني، بتحاول ان هي تحب تجازف، تحس ان هي عايز تستمتع اكتر ولكن بطريقه المخاطره. في ناس كده دايما، يعني دايما في اي رياضه واحد بيوصل ليفل معين بيبقى قوي جدا في الحاجه دي، او بيبقى شايف ان هو مرتاح او حاسس ان هو جاب اخرها فعايز يدوس اكتر. ده بالظبط اللي بيحصل في البلو هول. اغلبيه الناس اللي ماتت هي ناس نزلت ما كانتش مجهزه نفسها صح، او حبوا ان هم يروحوا الاكسترا مايل ان هم يدوسوا اكتر في البلو هول، وده اللي سبب للوفاه. ولكن انا شخصيا بنصح اي حد بيحب الغطس لازم يغطس في البلو هول. البلو هول جميله جدا، وعامه الغطس في البحر الاحمر عالم تاني. انا من زمان يعني اتعلمت الغطس بره، ولكن كانوا كلهم يقولوا لي ايه لازم تغطس في مصر. اقول لهم يا جدعان انا من مصر اصلا، فوش اروح اغطس في مصر. فلما طبعا جت الفرصه ما استنتش، وان شاء الله باذن الله يعني لو في فرص تانية ان انا اغطس شرم الشيخ، مرسى علم، الاماكن دي كلها ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اروح واغطس في كل حته. ولكن البلو هول بالنسبه لي كانت من زمان جدا مكان عندي فضول ان انا اغطس فيه، والحمد لله غطست. فرب يكون الفيديو ده عجبكم، وبعتذر عن التاخير. انا عارف ان انا اتاخرت 3 اسابيع او يمكن اكتر شويه، ودي يمكن اكتر مده انا وقفت فيها على اليوتيوب، ولكن خلاص رجعنا ان شاء الله وفي فيديو كل جمعه. لو ما عملتش لايك اعمل لايك على الفيديو، ولو مش مشترك في القناه اشترك. خلاص احنا داخلين على المليون ان شاء الله باذن الله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. Thank you.